السلام عليكم طلاب، أنا براق معتز، طالب كلية طب جامعة القادسية. طبعا أكيد مليت من صوتي وسمعته هواية. المهم طلاب، هسه احنا وصلنا للفاشل مصل. الفاشل مصل أكو قاعدة بالتشريع قبل لا نجي للفاشل مصل، إنه يقول لك أنت ما تدرس مصل عضلات إلا أنت ما ماخذ، إذا أنت كن يعني دارس البونز، يعني أنت كن دارس البونز يلا تجي تاخذ المصل. هاي قاعدة التشريح، يعني انت مو بسرعة تجي تدرس البون تجي تدرس المصل وانت ما ماخذ البون، يعني شلون راح تربط بالاوريجين والانسيرشن. فهاي حتكون محاضرتنا السادسة. طبعا الفاشل مصل راح تكون عبارة عن 21 عضلة، تمام؟ فيقول لك there are 22 fascial muscle، تمام؟ راح تكون مقسمة إلى عدة جروبات، تمام؟ classified into several groups، اللي هي 6 جروبات، تمام؟ كل جروب يحتوي لي على عدة عضلات، تمام؟ أول جروب اللي هو المصل of the cranium، المصل اللي تكون دائما داير cranium، شو اسمها؟ اللي هي اسمها الأوكسيبيتو فرونتاليس، تمام؟ دكتور طبعًا ليش أنت هسه جاي تعدد النياهن؟ أول شيء لأن أكو البعض إنه شو يسوون؟ البعض انه ياخذ لك كل جروب مثلا هسه هاي الاوكسيبيتو فرونتاليس مو عضله واحده، يقول لك هاي الاوكسيبيتو فرونتاليس، تمام؟ هاي الاوكسيبيتو فرونتاليس شنو هاي؟ يقول لك انه يعني هاي من ضمن الجروب الاول، مثلا المسل اوف ذا اوربتس، تمام؟ فيقول لك يابا انه هي الاوربيكولاريس اوكولاي، ويقول لك الكوريجيتور سوبرسولياي، بهالمعنى هيك. فانت هسه من جاي اقول لك انا اوربيكولاريس اوكولاي ما جاي تحفظها، فاحنا شو راح نسوي؟ راح اني طبعا كطالب مثلكم فاعرف شنو السالفه، فاني هسه ايش راح اسوي؟ راح اجي اخذ كل عضله، تمام؟ كل جروب نجي ندرسه وحده، يعني مثلا اجي اخذ اول جروب وادرسه وحده، ثاني جروب من العضلات اجي ادرسه وحده، ثالث جروب اجي ادرسه وحده، تمام؟ بعدين اني من درست كل الجروبات ادور اجي اقسم الجروبات كلهن وين؟ بالتطبيق، تمام؟ فهسه احنا مثلا اول جروب عندنا عضله، ثاني جروب عضلتين، ثالث جروب 3 عضلات، رابع جروب 4 خمس جروب 11 عضله، وسادس جروب تكون عضله البلاتيزما اللي هي لوحدها اللي هي تمتد من الرقبه للوجه. هسه راح نجي جنرال انفورميشن اباوت فاشل مصل. الفاشل مصل يقدرون يسموها ايضا الكرينيو فاشل مصل، تمام؟ ليش سموها كرينيو فاشل مصل؟ لأن يعني أكو بعض العضلات تكون ريليتد للكرينيوم. طبعاً هسا إحنا راح نجي بناخذ الجنرال انفورميشن عنها. يعني شنو جنرال انفورميشن؟ يعني إنه الفاشل مصل هي 21 عضلة طبعاً. الفاشل مصل يغذيها عصب واحد، يعني عصب واحد برانشات تجي منه تنطي لمن تنطي للفاشل مصل اللي هو الفاشل نيرف، تمام؟ هاي أول شغلة. ثاني شغله يقول لك انه يغذيها ارتري واحد اللي هو يا هو الفاشل ارتري، تمام؟ يقول لك هاي الفاشل نيرف جايه حسب الامبريو يعني مالتها، يقول لك جايه شلون اجتي من ارتش، يعني شلون تكونت، تمام؟ شلون تكونت عندنا وتهيكلت حتى تسوي لي تعابير الوجه هاي، تمام؟ اللي هو الاكسبريشن الفاشل اكسبريشن اللي هو تعابير الوجه، شلون راح تسوي لي اياها؟ يقول لك انه اكو 6 ارتش، تمام؟ 6 فارنجيال ارتش، السكند فارنجيال ارتش من هاي السته، يعني هسه انه مو سته، يقول لك لا انا هسه مو انا راح اخذ الثاني من اصل سته اللي هو السكند فارنجيال ارتش، هذا يعتبر من خلاله جن هذني العضلات، من خلال هذا الارتش اللي راح يصعد ويروح للوجه حتى يكون عضلات الوجه. فهذا ام سي كيو يجي 100%، وانا مخلي بالنهايه ايضا ام سي كيو عليه. يقول لك المصل هذا كومن امبريونيك اوريجين، يعني انه هي منين جايه؟ جايه من السكند فارنجيال ارتش، يعني السكند فارنجيال ارتش بعدين انه تحور وكون الفاشل مصل، تمام؟ طبعا انه بعد اكو قاعده رئيسيه بالفاشل مصل من خلال دراسه الاناتومس الها، يعني عرفوا انه الفاشل مصل الاوريجين راح يكون من بون، زين الانسيرشن مين راح يكون؟ الانسيرشن راح يكون الى سكن، زين ليش الى سكن؟ زين افرض انه انت يعني انه سوى اوريجين بون وسوى انسيرشن بون، تمام؟ زين ايش راح يحرك؟ راح يحرك بون
أول شيء إنه إحنا عندنا فقط في عظام والسكول الماندبل هي اللي تتحرك فقط، تمام؟ زين، إذا ذني سوين من بون لبون، تمام؟ مثلا من الخشم من النيزل بون لزاقوماتك على سبيل المثال، ماكو هيك عظمة هي، المهم بس أنا دا أنطيك مثال. يعني شو راح تحرك؟ تحرك للنيزل بون، هي ما تتحركن. لذلك هو يقول لك ذني العضلات رب العالمين خلقها حتى يسوي لك تعابير وجهية، تعابير للوجه، بالتالي هي تتصل ببون على مود تقوي نفسها، وتتصل بسكن حتى تجر السكن وتنتج لك تعابير الوجه، تمام؟ يعني مثلا تجر الماوث لفوق على مود تسوي لك سمايلينج، تسوي لك ابتسامة، تمام؟ او تجر الماوث لجوه حتى تسوي لك سادنس، اللي هو انه انت تبين انت حزنان. فهي هاي الغرض من 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 الفاشل مصل. هسه احنا بما انه قرينا كل الانفورميشن، خلينا نجي نقرا على السريع. هذا السلايد كله شرحته يعني وعلى السريع، فهسه راح نجي نقرا. يقول لك our group appalled 22 fascial skeletal muscle fascial skeletal muscle lying underneath the skin، انه تكون موجوده تحت السكن، يعني انت تقدر تتلمسها تحت السكن. of face and scalp، السكالب يعني اللي هي فروة الرأس، تكون فوق تكون جوا السكالب هي موجودة الفاشل مصل اللي هي الأوكسيبيتو فرونتاليس مصل، وكذلك إنه الأبونيروسيس، تمام، موجود أيضا جواها. وبعدين رح نعرف وين الأبونيروسيس. أبوزيشند، تمام، أراوند فاشل أوبنينج. يقول لك يابا إنه البوزيشن اللي راح يكون أراوند فاشل أوبنينج، تمام، الفتحات اللي موجوده بالوجه، انه هي راح تكون تملي لي هذه الفتحات. مثلا فتحات الماوث مو راح تملي لي اياها، وانما تكون داير مدايرها. فتحه الماوث، فتحه الاي اللي هي فتحه الاي، وكذلك فتحه النوز، وفتحه الاير اللي موجوده بالاذن، تمام. This muscles has a common embryonic origin اللي هو second pharyngeal arch. هاي عرفناها، تمام. قلت لك انه سكند اكو 6 فارنجيال ارش، السكند مالته السكند من هاي السكس، يعني اكو 6 فارنجيال ارش. الفارنجيال ارش الثاني، تمام، راح يصعد للوجه يكون الفاشل مصل. لحيت عليها لان هاي ام سي كيو 100% حرفيا، وانا كاتب لك منها ام سي كيو. most of them originate from bone of the skull. radiate يعني شنو radiate؟ يعني تروح باختصار هاي. to insert on the skin. All of the fascial muscle and innervation are innervated by the fascial nerve اللي هو cranial nerve اللي يكون السابع. And was ها وإنه راح يغذيها أيضا عندنا اللي هو الفاشل artery. فيجي لك and vascularized by the fascial artery. Fascial muscle function is to produce ها يقول لك إنه الفانكشن مالت الفاشل muscle، قلت لك إنه تنتج تعابير الوجه اللي هي الفاشل expressions، تعابير الوجه. مثلا على سبيل المثال تسوي لي سمايلينج، على سبيل المثال تسوي لي سادنس، على سبيل المثال تسوي لي فرونينج. زين، شنو سادنس يعني حزن، شنو سمايلينج يعني يبتسم. زين، هاي شنو هاي اللي هو الجرينينج. شنو هاي الجرينينج؟ مثل شايفين هذا ال 24 ساعه اللي يبتسم اللي احنا نسميه مكشر، تمام، مكشر. حتى انا اذا تروح تبحث هسه بالترجمه راح يقول لك، ما ادري يمكن ما يقول لك مكشر، يقول لك ابتسم، بس هو يعني فرق عن السمايلينج عن الجرينينج، انه هو هذا يكون مكشر، تمام، والفرونينج اللي هو يكون معبس، تمام، وجهه معبس. بعدين راح نعرف يا هاي المصل اللي تكون عن الفرونينج، يا هاي اللي تكون السمايلينج، يا هاي اللي تكون الجرينينج، يا هاي اللي تكون السادنس، تمام. المصل اوف ذا كرينيوم، راح نيجي اول مصل، اول جروب احنا راح ناخذه حاليا اللي هو المصل اوف ذا كرينيوم، اللي هو المصل اوف ذا كرينيوم، تمام. المصل اوف ذا كرينيوم اول عضله، طبعا هو المصل اوف ذا كرينيوم، هذا الجروب راح يحتوي لي على عضله واحده فقط اللي هي اسمها اوكسيبيتو فرونتاليس مصل. زين، خلينا نجي نسلس اسمها. اوكسيبيتو يعني تروح للاوكسيبيتال، فرونتاليس يعني تمتد لي للفرونتال، بالتالي راح تحتوي لي تو بارت، بارت اسمه فرونتال بارت وبارت اسمه اوكسيبيتال بارت. شوف هاي من اسمها سلسناها. زين دكتور، هاي وين صار الاوكسيبيتو فرونتاليس مصل؟ هاي الاوكسيبيتو فرونتاليس مصل ممتده من الفرونتال بون، من عظام يعني اللي موجود بالجبهه، الى تمتد المن تمتد الى الاوكسيبيتال
بون. زين هذا الابيض شنو اللي راح يربط هاي هذا البارت اللي هو الاوكسيبيتال بارت اللي هنا موجود مع الفرونتال بارت اللي موجود هنا؟ هذا اسمه شوف الاسمين، هذا اسمه، اما اكو منهم يسموه جاليا ابو نوروتيكا، تمام، جاليا ابو نوروتيكا، وكل اسم الاخ يسموه ابيكرينيال ابو نوروسيس، تمام، او جاليا ابو نوروتيكا، اي شيء يجي انت تعرفه اللي هو راح يربط لي الاوكسيبيتو فرونتاليس اللي هو الفرونتال بارت مالتها الفرونتال ويا الاوكسيبيتال بارت مالت الاوكسيبيتو فرونتاليس، تمام، اللي هو اسمه جاليا ابو نوروتيكا او ابيكرينيال ابو نوروسيس. خلينا نجي نقرا عنها. اول شيء خلي اراويك اياها بالتطبيق احسن. هاي اذا تشوفها، هاي الاوكسيبيتو فرونتاليس، تمام، هاي الفرونتال فرونتال بارت او يسموها منهم فرونتال بولي، نفس الشيء، تمام، وهذا الابيكرينيال ابو نوروسيس، وهذا الورا اللي هو الاوكسيبيتال بارت اللي موجود لهنا، تمام. خلينا نرجع. The occipital frontalis is a wide muscles that overlie the superior surface of the scalp. أقولك هي عبارة عن مصل تكون واسعة تغطي لي superior surface مالت السكالب كلها، تمام؟ Overlie the superior surface of the scalp، تمام؟ يعني راح تغطيها من جهة السوبرير تجي السكالب تقعد فوقها، بهالمعنى هيك يقولك. Extending from the eyebrows and superior nuchal line. شنو هاي؟ Superior nuchal lines. أقولك هاي راح تمتد لي من الايبروز. يا هو الايبروز اللي هو الحاجب. هذا الحاجب. تمام. تمتد لي من من الايبروز تمتد ترجع لي لورا. تتصل لي طلاب تذكرون بالأوكسيبيتال اللي موجود بالأوكسيبيتال بون موجود الاكسترنال أوكسيبيتال بروتوبرنس اللي يطلع لي منه تو لاين ويجي لي كريست اللي هو الأوكسيبيتال كريست ويطلع لي منه تو لاين. اللاين ذني لاينات، هذني لاينات شنو اسمهن؟ أول لاين يطلع لي من الاكسترنال أوكسيبيتال بروتوبرنس اسمه سوبريال نيوكال لاين. فهي وين راح تتصل لي؟ تتصل لي بالسوبريال نيوكال لاين، تمام، بالسوبريور نيوكال لاينز اللي موجود واحد بالرايت واحد باللفت، تمام. Of the occipital bones the muscle consists of occipital and frontal part، هاي قلت لك عليها، which are connected to the bifipers sheath called epicranial aponeurosis او جاليا ابونوروتيكا. اقول لك انه هذني البارتس اللي واحد موجود بالانتيريور واحد موجود بالبوستيريور، هذني مربوطات بواسطة أبونيروسيس اسمه إبيكرينيال أبونيروسيس، عبارة عن 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 فايبر شيف، تمام، يعني عبارة عن فايبرات. خليني نجي هسه أول شيء ناخذ الفرونتال بارت وناخذ الأوكسيبيتال بارت، ناخذ الأوريجين مالته وناخذ الإنسيرشن مالته. Originate from the skin of the eyebrows، يعني هذا الفرونتال بارت أجيك يطلع لك من السكن مالت من مالت الأيبروز مالت الحاجب، تمام. It then course posteriorly to blend with the epicranial aponeurosis at the level of the coronal suture of the skull. أقول لك وين راح تروح؟ الدور راح يتصل لك ويا من؟ يتصل لك ويا الابيكرينيال ابونيروسيس. هسا أول شيء اتصل ببون، تمام، اللي هي ايبروز اللي هو يعني منطقة الحاجب، تمام، بالحاجب، يعني اتصل بالحاجب. هاي أول شغلة، يعني مو بون، بالحاجب، سوري. اتصل لك بالحاجب، صعد لفوق، شاف الابيكرينيال ابونيروسيس، قال انا او الجاليا ابونيروتيكا، قال انا لازم اتصل بيه. زين وين راح يتصل بيه تحديدا؟ طلاب شايفين هذا السيوتشر، هذا الكورونال سيوتشر اللي يربط لي الفرونتال بون ويا البارايتال بون الليفت والرايت. اقول لك في ات ذا ليفل، يعني في مستوى الكورونال سيوتشر، هي راح تتصل ويا الجاليا ابونيروتيكا او ابيكرينيال ابونيروسيس، تمام. فهسه راح نجي للأوكسيبيتال بارت. arise from the lateral two third of the superior nuchal line of the occipital bone and course superiorly insert onto the epicranial aponeurosis of the lambda suture. أقول لك هاي العضلة من جهة البوستيريور مو راح تتصل بمن؟ بالسوبريور نيوكال لاين اللي واحد موجود هناك وواحد موجود هنا، اثنيناتهم راح تتصل. بس تحديدا دكتور وين راح تتصل لي؟ تتصل لي باللاترال تو ثيرد الابيكرينيال ابونيروسيس، هذا تمام، اللاترال تو ثيرد هاي، تمام، هاي لاترال تو ثيرد مالته، تمام. فيقول لك هي ما راح تتصل لي بكله، يعني
تتصل بالسوبرانيو كان لاين كله، وإنما راح تتصل لي باللاترال تو ثيرد، لاترال تو ثيرد of the superior nuchal line of the occipital of the occipital bone and course superiorly to insert on the epicranial aponeurosis. وراح تصعد للسوبريالي، تمام؟ وين تتصل لي؟ تتصل لي بالابونيوروسيس اللي موجود. ابونيوروسيس قلت لك هو عبارة عن فايبرات مثل التندن. ايش بقى التندن؟ تمام؟ از الامبيدا سيوتشر يقول لك انه راح يتصل لي بالابيكرينيال ابونيوروسيس. هسه هذا مو اتصل لي بالليفل مالت من مال كورونيال سيوتشر. يقول لك هنا مو اكو لامبيدا لامبيدا سيوتشر، تمام؟ يقول لك هي راح تتصل لي بهذا المستوى مالت من راح تتصل لي بمستوى اللامبيدا سيوتشر. الدقيقة هذا اللامدويد سوتشر، إذا شوفوه هذا اللامدويد، خل أوضح لك اللي ما فهمه، هي راح تتصل، هاي راح تتصل وياه، تتصل ويا الجالي أبو نوروتيكا. الانيرفيشن، الانيرفيشن يقول لك بوث بارت اوف ذا اوكسيبيتال فرونتالز، اثنيناتهم راح يتغذن بواسطه شنو؟ الفاشل نيرف. قلت كلهن بلا استثناء راح يتمفصلا ويا سوري راح انه يكون الانيرفيشن او النيرفيتد مالته بواسطه الفاشل نيرف. الفانكشن ديبندد اون ويتش بارت اوف ذا مسل كونتراكتس، يعني يقول لك انه راح تعتمد لي على كل جزء من المصل اللي هي الاوكسيبيتال فرونتالس مصل وين راح يتصل، هو راح يسوي الفانكشن مالته. يعني شلون هسه مثلا الفرونتال بون مو راح يتصل بالايبروزيوم تدلي للجالي ابو نوروتيكا، صح؟ هسه راح نجي نعتمد على كل اوريجين والانسرشن. اول شيء راح اثبت اثبت اول شيء اني الاوريجين، بعدين اجي اثبت الانسرشن. خلايدها اول شيء انا راح اثبت الاوريجين، تمام؟ او اجر العضله، يعني راح اجر الانسيرشن، تمام؟ فمن اثبت الاوريجين واجر الانسيرشن راح تصير هنا فاشل اكسبريشن، يعني راح يصير لي تعابير وجه، تمام؟ زين اذا ثبت الانسيرشن اللي راح يتصل لي بالجالي ابو نوروتيكا، تمام؟ سويت له فيكس وجريت العضله، ايش سويت؟ رفعت الحاجب، رفعت المكان اللي الاوريجين مسويه بي. خليني نجي نقرأ. When its forehead attached, it fixed, is fixed. يقول لك يعني شنو؟ يعني يقول لك إنه هو ثابت، المكان اللي راح تتصل بالforehead يعني بالايبروس ثابت، يعني المكان الأوريجين ثابت مال frontal part، يعني هذا المكان اللي متصل به هو ثابت. فش راح أسوي؟ أجر العضلة، يعني هذا المكان متحرك، تمام؟ أجر العضلة لجوا، تمام؟ جريت العضلة اللي جوا، شوف ايش راح يصير. يقول لك a contraction of the frontal bone pulls the scalp forward and wrinkles the forehead producing the frown. شنو هاي؟ يقول لك انه الكونتراكشن، انه انا جريت pull سحبت وسويت contraction وجريت، تمام؟ جريت اني الفرونتال بارت، بالتالي يعني انا جريت شنو؟ جريت السكالب، لان الجالي ابو نوروتيكا راح تكون متفصله دايركت ويا من وين السكالب، بالتالي انا من راح اجر السكالب اللي هي فروه الراس، فراح اجرها لقدام. يعني ايش راح يصير؟ راح يتقدم فروه راسي لقدام، تمام؟ and wrinkles of the forehead produce for frown يعني هيك، تمام؟ يعني هيك هساني شلون جريت السكالب لقدام، تمام؟ إذا تشوفون شلون جريت السكالب لقدام، السكالب هسه مجرورة لقدام، وشوف الشيء انتجلي رينكلس تكون ترانسفيرس، تمام؟ اللي هي هاي التجاعيد، شنو الكلس؟ تجاعيد يعني اللي هي هاي التجاعيد، تمام؟ انتجلي هاي التجاعيد، تمام؟ وجريت السكالب لقدام، هذا شنو؟ هذا إذا الأوريجين مالتي شنو؟ ثابت فيكس، يعني الفورهيد المكان اللي يتصل بالايبروز شنو هو ثابت. زين المكان اللي يتصل بالابيكرينيال ابونيوروسيس، تمام؟ ثابت او قال لي ابونيوروتيكا ثابت، والمكان اللي متصل بالايبروز متحرك، يعني هسه راح اجر العضله، هذا ثابت صار، تمام؟ وهذا صار متحرك، يعني هسه راح من اجر العضله لفوق ايش راح ترفع لي؟ ترفع لي الحاجب، تمام؟ ترفع لي الحاجب. فيقول لي if aponeurotic attachment is fixed
شنو يكون فيكست تمام ثابت. The frontal pulley elevates the eyebrows and the skin of the forehead, creating a expression of the surprise. مثلا واحد متفاجئ مثل هيك مثل هاي البنوتة تشوفوها شلون متفاجئة تمام. عندك هاي هذا الفرونتال بولي المكان اللي متصل بالابيكرينيال ابنروسيس ثابت، والمكان اللي متصل بالايبروز اللي هو الحاجب تمام اللي هو الحاجب يكون متحرك. فأنا جريت العضلة لفوق فرفع لي الحاجب لفوق انتج لي السبرايز اللي هي انه متفاجئ شكو صاير تمام. اما اذا يعني تفرض واحد متحرك وواحد شنو واحد ما متحرك بعدين قلوبهن تمام. اما اذا كانت شوف هسه هنا، اما اذا كانت مثلا الابكرينيال ابنوروسيس متحرك والمكان اللي متصل بالحاجب ما متحرك ثابت تمام، فراح تنتج تنزل فروه، هو سواء بينه نازله فروه الراس بس هي بالاصل راح تنزل لجوا فروه الراس وتنتج لي. شلون انا اعرفها نازله لجوا؟ من هاي التجاعيد الرينكلس اللي هنا جايه اللي هي تكون ترانسفيرس تمام. كلش واضحه، بس حفظوا المصطلحات ذني اللي هو الفرونت يعني وجه عابس، وسبرايز اللي هو سبرايز بلا تعرفوها انتم اللي هو المتفاجئ. الاوكسيبيتال بارت يقول لك هاي وظيفتها مبهمه مو كلش مهمه. يقول لك الاوكسيبيتال بارت اتراكت يعني تسحب ذا سكالب باكورد، يقول لك انه هي مو متصله بالبوستيرير، يقول لك هي مو متصله بالبوستيرير راح تسحب لي السكالب اللي ورا بين قوسين تمام. السكالب اللي هي فروه الراس تمام طلع. بس احنا وصلنا للمصل اوف ذا اوربتس، المصل اوف ذا اوربتس يعني المصل اللي راح تكون قريبه المن للاوربتس. طبعا هي تكون اثنين تو مصل تمام، اللي وحده اسمها اوربيكولارس اوكولاي مصل، او وحده شو نسميها نسميها كوريجيتور سوبرسولياي. هسه خلينا نجي نروح للتطبيق عن مود نفهمها. هسه احنا ايش خلصنا اول الجروب اللي يحتوي له على عضله واحده فقط اللي هي اسمها الاوكسيبيتو فرونتاليس مصل، اللي هي هاي الاوكسيبيتو فرونتاليس، هاي الاوكسيبيتو فرونتاليس كلها تمام، بيها فرونتال بارت وبيها اوكسيبيتال بارت يكون لورا تمام. هذا الاوكسيبيتال بارت يكون لورا تمام. هسه احنا وصلنا للمصل اوف ذا اوربتس، راح تكون عندنا تو مصل بالمصل اوف ذا اوربتس. عندنا راح تكون عضلتين موجوده عندنا بالمصل اوف ذا اوربتس يعني الجروب مالت الاوربت تمام. اول عضله اللي هي راح اسمها اوربيكولاريس اوكولاي، اوربيكولاريس اوكولاي ليش اسمها اوربيكولاريس؟ لان راح تحيط لي بالعين تمام، وتتكون لي من 3 بارت، وهاي مساله اختلافات البارت. البعض يقول تتكون من 2 بارت مثل من مثل غريز يقول لك لا يا ابا هي تتكون لي من 2 بارت. مور يختلف يقول لا تتكون من 3 بارت. بالتالي انت اذا اجاك ام سي كيو تمام على البارت الثالث وانت ما قاري فاني كاتب لك اياه عن مود تضبطه. كذلك احنا ايش عندنا؟ عندنا كوريجيتور سوبرسولياي اللي هي العضله اللي راح تكون فوق، فهذا الجروب راح يحتوي على هاي العضله الدائريه الكبيره اللي راح تحيط له بالعين اللي هي اسمها اوربيكولارس اوكولاي، وهاي العضله اللي الصغيره اللي تكون من هنا اللي اسمها كوريجيتور سوبرسولياي. خلينا نرجع هسه نقرا تمام. هسه اول عضله احنا راح ناخذها اللي هي الاوربيكولارس اوكولاي مصل. هسه هي شو الصور؟ ها طبعا هاي العضله تشبه العضله السفينكتر، يعني شنو تشبه العضله العاصره تمام، تكون مثل العضله العاصره دائريه تشبه العضله العاصره، فهي سفينكتر لايك مسلز ذات هي تغطي لي الاوربتس. طبعا هسه مو هي عضله عاصره، ليس من عاصره لان هاي العين تمام، هي تكون داير مدايرها فتغطي لي الاوربتس تمام، غطي لي الاوربتس فهي انسايكل ذا اوربتس. It composed of three parts. تحتوي على 3 بارت اللي هو الاوربيتال بارت اللي هو البالبيبرال بارت، وكذلك تحتوي على اللاكرمال بارت اللي هو الديب بالبيبرال. طبعا هو هذا محط الاختلاف، هذا مور كاتبه تمام، مور كاتبه. غريز لا يقول لك انا ما كاتبه، غريز يقول لك انا ما كاتبه تمام. الاوربيكولارز بارت يقول لك is the most peripheral part overlying the orbital rim. شنو orbital rim؟
تمام. هذا مو الاوربيتال يعني هذا مو الاوربت تمام. الاوربت هذا بنص العين هذا الحدود اللي تحيد لي بالاوربت يسموها رم اللي هي هاي صراحة اوضحها لك بس دقيقة خلنا نعطيك ايزوليت لها. هاي اذا تشوفوها هاي هو هاي يسموها الاوربيتال ريم تمام اللي هي بالاخضر يعني الحافة بهالمعنى هيك. فيقول لك is the most peripheral part of aligning the orbital rim. يقول لك هذا الاوربيتال بارت الاوربيتال بارت طلاب هو هسه مو تتكون لي من تو بارت اوربيتال بارت اللي هو هذا تمام هذا الاوربيتال بارت اللي انا محدده بالاخضر بالازرق اذا تشوفوا بس هذا بالازرق هو الاوربيتال بارت. زين دكتور هذا اللي جوا شو يسموه هذا هذا اللي جوا اللي هسه راح يمثل لي هذا الشيء كله هذا اللي جوا شو يسموه بالبيبرال بارت تمام. فشوف هسه هاي منطقة الاوربيتال بارت والبالبيبرال بارت اللاكرمال بارت وينه اللاكرمال بارت هسه راح نعرف وينه. زين هسه احنا عرفنا يقول لك هو موست بيريفيرال بارت يعني بارت يكون شنو دائري او محيطي يحيط لي بالاوربيتال ريم. فيقول لك موست بيريفيرال بارت اوفر لاينج ذا اوربيتال ريم يعني راح يحيط لي بالاوربيتال ريم اللي انا حددت لك اياها بالاخضر. It arises from the nasal part of the frontal bone. يقول لك هو مين راح يظهر لي او مين راح يمثل لي origin على سبيل المثال راح اول شيء يبدي من the nasal part of the frontal bone. هذا الفرونتال بون هو هذا البيريفيرال بارت هذا الفرونتال بون هذا النيزال بارت هنا أنا موجود هذا اللي انا مأشره. يقول لك هي راح تبدي لي من النيزال بارت اوف ذا اوربيتال اللي هو هذا النيزال بارت اوف ذا اوربيتال سوري هذا النيزال بارت هذا اذا اشوفه سوري انا وين اشرت هذا النيزال بارت. يقول لك هي راح تبدي لي من النيزال بارت اللي هو هذا تمام. احنا مو قلنا بالفرونتال بون بي سيكويماس بارت بي نيزال بارت وبي بعد شنو بي اوربيتال بارت. يقول لك هي هاي العضله تمام تبدي لي من النيزال بارت من هنا تبدي لي تمام. فيقول لك اسم موست بيريفيرال ترايز فروم ذا نيزال بارت اوف فرونتال بون وها ادور تنزل لي على الفرونتال بروسيس اوف ماكسيلا اند ميديال بالبيبرال ليجمنت. هذا الفرونتال بارت هي بدأت اول شيء من الفرونتال بارت علقت بعض فايبراتها نزلت لقيت سوري بس دقيقه نزلت حسب من الاوربيتال بارت نزلت لقيت هنا بروسيس اسمه اللي هو البروسيس مال المكزيلا اللي اسمه فرونتال بروسيس اوف مكزيلا تمام. بعدين من نزلت هنا بالفرونتال بروسيس لقيت ليجمنت صغير هنا ارتبطت به تمام اسمه لاترال بالبيبرال ليجمنت. هذا اللاترال بالبيبرال ليجمنت وهذا الميديال بالبيبرال ليجمنت هذا اللاترال بالبيبرال ليجمنت وهذا الميديال سوري هذا الميديال بالبيبرال ليجمنت هذا الميديال هي تتصل لي بالميديال يعني اخاف انا قلت لك لاترال سهوا مني طلع ميديال بالبيبرال ليجمنت وانت تتصل لي بالميديال بالبيبرال ليجمنت هسه هي وين بالنيزال بارت اوف فرونتال بون بالمكزيلا بالفرونتال بروسيس اوف مكزيلا وراح تتصل لي بعد وين بالميديال بالبيبرال ليجمنت. اما اللاترال ما عليها مو يمه تمام and medial part هسه وين راح تتصل بالنيزال بارت اوف فرونتال بون وفرونتال بروسيس اوف ماكسيلا and medial palpebral ligament it fibers in cycle the orbits and insert into the adjacent soft tissue structures. اقلك هسه هي مو بدت من هنا راح تلقى تشو تمام تشو يعني انسجه راح تتصل بها مو مهمه بس يقول لك انه هي راح تتصل بالsoft tissue adjacent soft tissue تمام. The palpebral ligament is a central part of the muscle that composes the eyelid. شنو هذا؟ يقول لك هو عبارة عن central part بس خلي كبر هيك. هو هذا البارت الثاني اللي هو اسمه palpebral part. يقول لك هو central part part يكون بالنص مال العضلة. تمام. هاي أول شغلة. يقول لك that composes the eyelid. إنه هو شنو يحتوي للإيليد؟ يحتوي للإيليد اللي هي الجفون. الايليد اللي هي الجفون اللي هي هاي الجفون تمام. فيقول لك انه هو composes the eyelid and arises from the medial palpebral ligament and insert to the lateral palpebral raphe او ligament. طلاب الليجمنت هنا مرات ما يسمي ligament يسمي medial palpebral ligament مثلا هذا مثلا شو يريد يسمي ما يعجبه يريد يسمي ligament يسموه lateral palpebral raphe تمام. اكو منهم يسموه رف واكو منهم يسموه رفه.
حرف كلمة لاتينية تمام اللي هي هاي اللي قمت فيقول لك هذا البالبابرال بارت يمتد من الميديال بالبابرال اللي قمت يروح 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 للهنانة يتصل باللاتر بالبابرال اللي قمت بالتالي يكون لي هذا الجزء تمام اللي هو هذا اتصل باللاتر بالبابرال اللي قمت أو اللاتر بالبابرال رفع واتصل لي بالميديال بالبابرال اللي قمت أو رفع تمام هسا احنا كملنا هذا كل السهل هذا كملنا هذا كل السهل اللاكرمال بارت اللي هو deep palpebral deep palpebral بعض المصادر تفكي الذكرى بعض المصادر أو المواقع ما الذكرى فإحنا راح نأخذه تمام علمود إذا أجا MCQ أنت تعرفون is a deep deepest part of is a deepest part of the orbicularis oculi طلاب هذا البارت ما ينشاف فإحنا شو راح نفعل نفعل خاصية إنه إحنا نتخيل البارت نتخيل البارت وين صاير من خلال الحكي اقول لك هو deepest part of orbicularis oculi ها يعني هو صاير deep صاير deep ما اقدر اشوفه زين هسه عرفنا صاير deep هاي اول معلومه عرفنا صاير deep ثاني معلومه situated between the medial palpebral ligament ها راح يمتد لمين يمتد لمين او يقع between the medial palpebral ligament المن راح يمتد هذا الميديال palpebral ligament المن راح يمتد and lacrimal sac ها يروح لللاكرمال sac كلكم تعرفوا شنو اللاكرمال ساك اللي هو الكيس اللي يمتص الدموع اللي اخذناه بالجهاز الدمعي وهسه راح اراجع شوي بعد تمام هسه من الميديال بالبابرال ليجمنت روح لي لللاكرمال ساك اللي موجود هنا انزين اللاكرمال ساك ذيس فايبرز باس بوستيرير تو ذا لاكرمال ساك الكم مو يتصل باللاكرمال ساك بس شويه الفايبرات ما تتصل من جهه الانتيريور باللاكرمال ساك وانما تمر جوا بوستيرير تمام يعني تعبر جوا وتروح للبوستيرير تمام فيقول لك pass posterior to the lacrimal sac يعني تعبر جوا فهو سمين يمتد لي من الميديال palpebral ligament and pass posterior to the lacrimal sac تمام هسه تخيلنا اعتقد انه هو يكون ديب فاغلبيه الصور اذا انا اشوف اغلبيه الصور ما اشوف بس تو بارت منه اشوف الاورب الاوربيتال بارت اللي هو البيريفيرال بارت واشوف كذلك البالبابرال بارت اللي هو هذا تمام وهسه احنا مو قلنا هسه احنا كملنا اول عضله كانسرشن اوريجين اللي هي الاوربيكولارز اوكيولاي مسل بقى الفانكشن مالتها الفانكشن كل بارت له فانكشن معين تمام the function of the orbicularis part depend on which part of the muscle contracts يعني يقول لك انه يعني اي بارت من المسل وين راح يتمفصل لي هو من خلاله يعني تمفصل سوري وين راح يسوي الانسرشن اوريجين هو من خلاله راح يؤدي وظيفته يعني هسه نجي للاوربيتال بارت الانسرشن والاورجين من خلاله راح يسوي الوظيفه يقول لي تايتلي كلوزز ذا اي كوملي فور بروتكتيف ذا ها باور بوسس يعني شنو يقول لك هو هذا مسؤول عن غلق العين ركزوا وياي هنا انا هنا كيس اصلي سؤال اصلي راح يجيك عليه فركزوا وياي بي هنا شنو اقول لك اقول لك هاي الاوربيكولار الاوربيتال بارت هذا الاوربيتال بارت يكون بيريفيرال مسؤول انه يسد العين بسرعه تمام يعني اذا صار شغله مفاجئه للعين شو مرت مثلا واحد واقف جبت مي تمام او جبت تراب ثبيت على عينه ايش راح عين ايش راح تسوي انت ملاحظها اكيد انه عين بسرعه راح تنسد زين يا جزء راح يشتغل بعضله الاوربيكولاريس اوكيولاي تمام يا جزء راح يشتغل الاوربيتال بارت الاوربيتال بارت بحيث انه راح تايتلي كلوز ذا اي بسرعه يسد العين تمام هاي كلش مهمه اذا اجاك كيس او جاك ام سي كيو عليها قال لك مثلا شخص جاي يمشي يمكن يجيب لك هيك مثلا ذبينه مي على عينه بسرعه او يعني ذبينه شغله تراب تمام راح اشرح عينه راح تنسد بسرعه يا عضله راح تشتغل ويا بارت من هاي العضله راح يشتغل اقول له العضله اللي راح تشتغل هاي يمكن ما يجيب لك اياها ام سي كيو يمكن يجيب لك اياها سؤال نصي عليه 5 درجات تمام فاذا كان الامتحان حضوري تقول له اوربيكولارس اوكيولاي والبارت اللي راح يشتغل هو الاوربيتال بارت تمام فهي ليش لانك تايتلي كلوز ذا اي شفتوا شلون استنتجنا تمام البالبوبرال بارت اقول لي يابا كلوز ذيم جينيتالي دورينج ها هنا اقول لك خلال السليبنج يعني خلال انه انت نايم او البلانكينج تمام يعني انت نايم او يعني ترمش البلانكينج يعني رمش يعني ترمشت تمام فهي بلطف جينيتالي بلطف
يعني بلطف انه راح تسد عينك هسه انت من تنام تلاحظ انه عينك تنسد شويه شويه شويه. اذا تلاحظون للطفل انت من يعني اذا طفل شايفه من ينام شو يسوي؟ اول شيء ينزل عينه شويه شويه يلا يلا يغمضها كلها كلها يغمضها. او انت من ترمش حاليا من تحكي مرات ترمش على السريع تمام، بس هاي الرمشه شنو؟ هاي مسؤول عنها البالبابرال بارت. هاي الرمشه تكون بلطف، يعني ما تكون مثل واحد ذب على عينك مي وانت بسرعه سديتها، وانما تكون بلطف. يا هو اللي مسؤول عنها اللي بالبابرال بارت. اما الديبست بارت اللي هو اللاكرمال بارت، هذا شنو وظيفته؟ اكيد له وظيفه وين؟ باللاكرمال اباراتوس، يعني بالجهاز الدمعي تمام. اي لك بول ذا ايليد اند لاكرمال ها نانا خلي نجي نفهم هاي قبل لا احكي لك السالفه. هذا جهاز دمعي انا شارح لكم عليه. اكو لاكرمال جلاند، اكو لاكرمال داكت، ينزل منها الدمع تنزل بحكم الجاذبيه. المن تروح لي للكانيكولاي او البانكتاي، البانكتاي بعدين تروح للكانيكولاي، بعدين يمتص هالكيس اللي هو اللاكرمال ساك، بعدها تجي النيزو لاكرمال داكت، تنزل تروح تنفتح لي بالفتحات مال الخشم. بالتالي قلت لك انه اللي يبكي هواي يضل كسح شو يسوي تمام تمام. اكو بانكتاي، اكو بانكتا تمام، اكو بانكتا هنا صايره اذا تشوفوها هنا اللاكرمال بانكتا. هاي اللاكرمال بانكتا هاي عباره عن ارتفاع من العين هنا موجود تمام، يسموه لاكرمال بانكتا اللي هو هذا الارتفاع من العين تمام. هذا الارتفاع من العين يسموه لاكرمال بانكتا. اعتقد انا موضح لكم من شرحت الجهاز الدمعي. فهي يقول لك pull the eyelid and lacrimal bunctae bunctae bunctae، يعني شنو؟ راح يسحب لك الايلد ويسحب لك البنكتي اللي هو هذا الارتفاع من العين اللي موجود هنا. بعد ميديالي and dilated the lacrimal sac، يسحبهن وين؟ يوديهن ميديالي. ويسحب لي بعد شنو؟ يسحب لي الجفن يوديه ليا ميديالي. زين ليش؟ على مود يسوي لي دايليتد للاكرمال ساك، يعني اللاكرمال ساك تتوسع على مود شنو؟ تمتص الدمع بشكل كلش كبير تمام. وايل كمبرسنج تمام، يعني الضغط الكمبرسنج يعني شنو؟ الكمبرسنج يعني انه الضغط على اللاكرمال جلاند اندكت تمام، مو راح ينضغطن ينطن الدمع تمام. من ينطط الدمع يعني يقول لك منه راح يطلع التيرز اللي هو الدمع، يعني شنو راح يصير؟ هاي راح تصير بها كومبريشن تمام، يعني راح شنو؟ راح تنضغط على مود تنطط الدمع تنعصر. فيقول لك انه راح تبدي شغل اللاكرمال بارت. اذا ايش وقت تبدي شغل اللاكرمال بارت؟ عندما يصير ضغط على اللاكرمال جلاند والداكت مالتها تمام تمام. فايش راح تسوي؟ تسحب لي الايليد واللاكرمال بالبابولي ميديالي، تودي ميديالي وراح توسع لي شنو؟ وتوسع لي اللاكرمال ساك. ليش؟ لان طلع الدمع على مود شنو؟ اللاكرمال ساك يمتص التير، يمتص التيرز اللي هو الدموع تمام. This action facilitates تمام سوري this action facilitates the flow تمام، انه هي راح facilitate يعني شنو facilitate؟ يعني راح تسهل لي الفلو مالت من الفلو يعني التدفق مالت من مال التيرز across the lacrimal apparatus، انه هاي راح تسهل لي مرور الدمع لللاكرمال ساك خلال اشتغال اوكي خلال انه ما يشتغل اللاكرمال apparatus. كل سهله. هسه احنا كملنا ال 3 بارت مالتن، هاي ارجو ان تركزون عليها. راح نجي هسه للعضله الثانيه ونكمل، يا هو نكمل الاوربيتال جروب ونكون مكملين جروبين اللي هو الكوريجيتور سوبرسيلياي ماسل. زين الكوريجيتور سوبرسيلياي ماسل الاوريجين انسرشن راح ناخذ بيها اوريجين راح ناخذ بيها انسرشن، يعني مثل العضلات الباقيات. وين هاي الكوريجيتور؟ هاي الكوريجيتور سوبرسيلياي، هاي الكوريجيتور سوبرسيلياي. خليني نجي نقرا عنها. It arises from the medial end of the supercilliary arch of the frontal bone. طلع بالإقارة frontal bone ومركز عليه. أكو arch هنا يكون، أكو edge. أول شيء هنا أكو edge بيها فتحة تمام، اللي هي اسمها supraorbital edge، وبيها supraorbital for notch or foramen اللي هي هاي تمام. أكو فوقها قلت لك أكو arch اسمه supercilliary arch تمام، supercilliary arch. أقول لك هاي تطلع لك من الميديال end مالت supercilliary arch. سووا هذا supercilliary arch تمام. اقول لك هي تطلع لي من الميديال اند اللي هو هذا تمام، هاي الاوريجين مالتها تمام، من سوبر سولاري ارش اوف فرونتال بون تمام. اقول لك ها دور راح تمتد لاترالي
extend laterally and slightly superiorly to insert into skin of the middle part of the eyebrows. أقول لك راح تمتد تمتد الدور هسه مو سويت لهنا insertion origin راح تمتد 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 وين تتصلي ما تتصلي البون مثل الأوريجين مالتها الانسيرشن ماكو ماكو اتصال بون وإنما راح تتصلي بالميدل سوري تتصلي هنا الانسيرشن مالتها راح يكون هنا بالميدل of the eyebrows بالميدل مالت الحاجب تمام فراح تتصل بون وتتصلي بحاجب تمام فإنه وين راح تتصلي insert onto the skin of the middle يعني تتصلي بون تتصلي بسكن مالت الحاجب من جهة الميدل اللي راح يكون مسؤول عن تغذيته هو الفاشل نيرف اللي هو كرينيال نيرف السابع كنا نعرفه انه كلهن فاشل نيرف تمام الاكشن مالته هسه انا فهمت من اكشن من الاوريجين راح تتصلي بالميديال اين مال سوبر سولاري ارتش تمتد لي تتصلي بالميدل بالسكن مال الميدل بارت اوف ذا اي بروز او اي برو فش راح تسوي الوظيفه اقول لك اسمع وياي بما انه هسه انت عرفت الاوريجين والانسرشن اقول لك اكت to pull the eyebrows medially and produces vertical wrinkles over the glabella creating a facial expression of the frowning شنو هاي اقول لك انه هي راح تعمل انه هي تسحب الايبروز تسحب لي شنو تسحب لي الايبروز تسحب لي الحاجب medially فهي مو متصله بالميديالي ومتصله بسكن فراح شو تسوي تسحب لي الحاجب medially تمام هاي اول شغله مو سحبت الحاجب ميديالي and produce من يعني تخيل انت اسحب هسه الزم ايدك بيدك الزم الحاجب مالتك وسحبه للميديال يعني اسحبه لهنا تمام اسحبه لهنا اسحبه لها سوري اسحبه لهنا ايش راح ينتج لك اقول لك and produce لاحظ ايش راح ينتج لك وقل لي صح لو لا اكيد صح هي produces vertical wrinkles راح تنتج لي تجاعيد تكون شنو vertical تكون هيك عمودية تكون عمودية إذا تشوف هاي vertical wrinkles سحبنا الحاجب شلون عرفتها عرفتها من الكوريجيتور سوبر سوياي إذن هنا مشتغلة كوريجيتور سوبر سوياي بس تشوف هاي vertical wrinkles يعني أنت عندك مشتغلة كوريجيتور سوبر سوياي تمام over the glabella فوق الglabella في منطقة الglabella في منطقة الglabella إذا تشوف هي اشتغلت هاي vertical wrinkles تمام creating facial expression of the frowning إذا تشوفون هنا عصبي تمام عصبي فش راح تنتج لي تنتج لي وجه يعني معبس بين قوسين تمام هو يعني frowning بمعنى معبس حرفيا يعني وجه عابس وجه عابس هيك بهالمعنى كملنا شفتوها شلون سهلة كوريجيتور سوبر سوليا كل سهلة عضلة صغيرة وبسيطة وصلنا ل muscle of the external ear الاوركولار مسل هسه اول شيء وصلنا اول شيء لازم نعرف انه احنا وصلنا للمسل اوف ذا اكسترنال اير المسل اللي راح تكون يعني يم الاذن تمام هاي اول شغله هذا الجروب الثالث يحتوي على ثلاث عضلات تمام اللي هي الاوركولار انتيريور والاوركولار بوستيريور والاوركولار سوبريور تمام هذني كلهم اسميهم اوركولار مسل تمام تكون تشبه الفان شيب هسه راح نجي ناخذهن اول شيء هسه احنا نشوف احنا وين وصلنا وصلنا للجروب الثالث يعني احنا هسه عقبنا يا جروبات خلينا نجي نعرف هسه احنا ايش عقبنا وايش خلصنا من عضلات اذا اريد اجي هساني اشوف بس دقيقه اذا انا حاليا اشوف شنو وين وصلت وصلت اني خلصت الاوكسيبيتو فرونتاليس مسل اللي هي هاي اللي انا جاي اشير عليها هاي كلها عضله واحده تمام وهسه هاي اول شيء muscle of the cranium وصلنا للمسل of the orbits اللي هي تكون عضلتين اللي هي الاوربيكولارس اوكولاي والكوريجيتور سوبرسيلياي تمام خلصنا هذا الجروب الثاني وصلنا للجروب الثالث اللي هو يحتوي على ثلاث عضلات هذين العضلات تكون محط اختلاف حرفيا محط اختلاف تمام اول عضله اللي هي راح تكون اوركولار بوستيريور وهاي الاوركولار سوبريور وهاي الاوركولار انتيريور هاي ما عليك بيها تمام تمام عندك ذني الثلاث عضلات تمام خلينا نرجع شوف هذني حتى بالانسيرش سوري هذني اللي انا اشير عليهم حتى بالانسيرش والاوريجن يختلفن يعني محط اختلاف بهن فاوركولار مسل ار ثين فان شيب مسل
thin fan-shaped muscle that contracts the auricular to the scalp. إنه تربط لي غرضها إنه تربط لي الأوركل يعني الصيوان الأذن تمام. الأوركل وين اللي هو صيوان الأذن وين راح تربطه بفروة الرأس and move the auricle to certain extent وإنه تخلي لي شوية شوية تحرك لي صيوان الأذن شوية يعني حركة يمكن ما ملحوظة عندنا يعني حتى تكون إنه وظيفة ذني بما إنه يحركين صيوان الأذن تكون وظيفة يعني بدائية rudimentary تمام. The auricle anterior خلينا نيجي هسه نشوف الصورة عليها. هاي الأوركل أنتيريور هاي السوبريور وهاي البوستيريور. رح نيجي ناخذ أول وحدة الأوركل أنتيريور. طبعا هاي رسمتها هيج محط اختلاف. أنا اللي راح أدرسها هي اللي راح ترتبط له هنا باللاترال بوردر أوف يعني هذا الرسم هو الرسمها الصحيح تمام تمام. وأنا إن شاء الله بالجروب هم أضيف لكم الاختلافات الأخ. المهم هسه هاي اهم شيء انه تعرفها انه arise from the lateral border of epicranial aponeurosis and attached to the hallux of the auricle or auricle وين اي هذا همز ضايف صوراني عبال ما ضايف هذا صيوان الاذن اقول لك هذا الباوندري هذا تشوفه هذا اللاند مارك اللي هيك جاي ينتهي باللوب تمام اللي ينتهي باللوب هذا اللي انا مأشره اسمه هيلكس شو اسمه هيلكس اقول لك فهاي شو تسوي لي انه هي تطلع لي من اللاترال بوردر اوف ذا ابيكرينيال ابنوروسيس وتتصل لي بالهيلكس مالت الايوريكل يعني تتصل لي هنا تمام من ورا شويه تتصل لي تمام يعني شوفها اذا تشوفها تتصل لي من هنا تتصل وتصعد لفوق هذا اتصالها الصحيح تمام. الأوريكولار بوستيريور الأوريكول arises from the mastoid process of the temporal bone and insert to the convexity of the quinque of ear. شنو هاي؟ أقول لك إنه هاي راح تطلع لي من الماستو هو بوستيريور تمام هي هاي البوستيريور هذا الماستويد بروسيس تطلع لك من الماستويد بروسيس هي هاي تمام هاي اتصالها صحيح طلعت لك من الماستويد بروسيس هاي أول شغلة ثاني شغلة خلينا نرجع من الماستويد بروسيس ثاني شغله يقول لك اوف ذا تيمبرال بون اكيد هو بالتيمبرال بون الماستويد بروسيس انسرت انتو كونفكسيتي اوف كوينكي اوف اير طلاب هاي الاير اذا تشوفون هنا اكو خسفه هاي هنا تشوفوها تمام هاي اللي انا مأشرها هسه بالازرق هاي يسموها كوينكي شو يسموها كوينكي هاي الكوينكي تمام بيها كونكيف اللي هو هذا الكونكيف جزء الكونكيف اللي أنا أشوفه حاليا تمام والجزء الكونفكس اللي أنا أشوفه من ورا من أقلب إذاني هاي إذاني منا أقلبها لورا وأتلمسها من ورا هاي المنطقة تلمسها من ورا هاي يسموها كونفكس تقدر هسه أنت تمد إيدك وتتلمسها من ورا تتلمس هاي المنطقة بس من ورا تمام تمام أقولك هي تتصل من ورا بهاي المنطقة بال ما تتصل بالكونكيف اقول لك كونكيف اوف كوينكي ما تتصل بالكونكيف اوف كوينكي تتصل لي بالكونفكس اوف كوينكي تمام فيقول لي كونفكسيتي اوف كوينكي اوف كوينكي اوف اير تمام فهي تطلع لي الماستويد بروسس مال تيمبرال بون تسوي لي وين بالكونفكسيتي اوف كوينكي تمام الاوريكولارس طبعا انا اذا لفظتها اوريكولار فهي اوريكولارس نفس الشيء arise from epicranial aponeurosis and converges into thin flat tendon to insert on the upper part of the auricle. شنو هاي؟ اقول لك انه هاي ما راح تطلع لك بس خلينا نكبر الصورة هيك على مود تبين لي واضحة. اقول لك انه هاي arise from epicranial aponeurosis. هذا الابيكرينيال aponeurosis تطلع منه. تمام هاي اول شغلة. And converge وين راح تمشي دور تمشي converge تتحول لإلمن هسه هي مو واسعة؟ راح تبدي تصغر تمام فتتحول لي الى thin flat tendon لا تندن شوي يكون flat تمام to insert on the upper part of the auricle يعني من هنا هنا راح تتصل لي بال upper part of the auricle اللي هو صيوان الاذن تمام كلش سهله كلش يعني ما حتى اذا تقراها بدون ما اشرح تفهمها الانسرشن وانت تتصل لي بالفاشل بون الانسرشن سوري يعني شنو الغذيها الفاشل بون اقول لك سينز ذا ايوريكال ماسل
aorta muscle quite rudimentary. Their function is mainly significant in human. يقول لك إنه هي يعني سريعة إنه بدائية. عضلات تكون بدائية. عضلات تكون بدائية rudimentary. وكلش بدائية تكون. فالفونكشن مالتها يكون insignificant لطش okay insignificant in human يعني شنو تكون مهملة يعني شنو ما بيها عضلة ما بيها وظيفة وظيفتها مبهمة وشوية يعني مو يم السالفة المهم وظيفتها مو مهمة. وصلنا للmuscle of the nose muscle of the nose